السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. توي كنت باش نشوف ممكن نقولوا على الفلتر دونك راهو باسون، ممكن نقولوا دونك الفلتر اي نون باسون ولا اوباك. واضح باهي. احنا قلنا دونك عندنا تروا تيب دي فيلتر، عندنا لي فيلتر باس با، دونك لي فيلتر باس با، عندنا لي فيلتر باس او، وعندنا لي فيلتر باس بون. اوكي باه. بالنسبة للي فيلتر باس با، دونك دي كان يكون عندي هنيكيتي لانترفال نتاع لي فريكونس، قلنا هنيكيتي دونك باش تكون عندنا ان فريكونس ان سي. بالنسبة للسينيو اللي عندهم فريكونس دونك اصغر من ان سي، ما بين الزيرو ولا ان سي، دونك لي سينيو هذوما باش يتعدوا كيما هم. لي سينيو اللي عندهم فريكونس اكبر من الان سي هذوما باش تصير لهم اتينياسيون. واضح باه. بالنسبه للفيلتر باس او، نكيت الحكايه باش تكون بالعكس، دونك في العاده نكيت عندي ان فريكونس ان سي، الفيلتر نكيت باش يعدي لي سينيو اللي عندهم فريكونس اكبر من الان سي باش يعديهم كيما هم، ولي سينيو اللي عندهم فريكونس اصغر من الان سي هذوما باش تصير لهم اتينياسيون. واضح باه. بالنسبه للفيلتر باس بوند، دونك هني كيتي باش يكون عندنا دي فريكونس، دونك مثلا هذه ان سي 1 هذه ان سي 2. واضح. الفلتر هني كيتي مش يعمل لي سينيو اللي عندهم فريكونس دونك في الانتربال هذا ما بين الان سي 1 والان سي 2 هذوما باش يتعدوا كيما هم. اذا كان الفريكونس نتاع السينيال اصغر من الان سي 1 ولا اكبر من الان سي 2 هذوما باش تصير لهم اتينياسيون. واضح باهي. شنو حكاية الباسون والأوباك؟ الفلتر إذا كان عدل السينيال كيما هو دونك، فار إكزومبل في الزون هذيا، الفلتر نتاعي دونك نقول عليه راهو باسون، في الزون هذي دونك صارت أتينياسيون للسينيال، دونك أنا كيف نقول الفلتر راهو أوباك. واضح؟ دونك الفلتر أنا كيف باسون بور لي سينيو اللي عندهم فريكونس في الزون هذيا، أوباك في الزون هذي. واضح؟ نفس الحكاية بالنسبة للفلتر باس أو، دونك أنا كيف الفلتر باش يكون أوباك ولا نون باسون، دونك لي سينيو اللي عندهم فريكونس في الانترفال هذاي دونك باش تصير لهم اتينياسيون، انيكيتي الفلتر باش يكون في الزون هذي باش يكون باسون. واضح؟ على خاطر باش يعدي لي سينيو كيما هم. اوكي. بالنسبه للفلتر باس باوند، دونك في الزون هذي باش يكون باسون، في لي ديز انترفال هذوما باش يكون اوباك ولا نون باسون. دونك الفلتر نقول عليه باسون إذا كان السينيال دونك تعدى بريس كيما هو، نقول عليه نون باسون ولا أوباك إذا كان السينيال نتاعي صارت له أتينياسيون. دونك كيما تحدثنا توا كاتي، إذا كان السينيال دونتري إي ترانسمي sans grande modification, donc signal d'entrée indiqué presque à de qui m'a eu. Donc, le cas de le filtre, on va lire en passant. Ok, donc le filtre et passant. Voilà, ben, n'a pas la clé, heavy. Ben, sinon. إذا كان السينيال نتاعي دونك صارت له أتينياسيون، دونك لي سينيال دونتري اي ترانزمي افيك اتينياسيون امبورتون، دونك نيكيت الفلتر نقول عليه راهو اوباك ولا نون باسون. اوكي
دونك البيتر يكون في اين زون دي فريكونس باسون، في زون اخرى يكون نون باسون ولا اوباك. واضح به الحكايه هذه اون جينيرال. واضح تو نحب نعرف بالضبط متين لاتينياسيون نجم نقول عليها راهي امبورطون باش نقول دونك اللي الفلتر نتاعي راهو نون باسون ولا اوباك. يعني كي باش نستحقوا دونك الترانسميتانس تي ني دونك باش يكون عندنا ان سينيال دونتري إيجال إي إي ماكس أ سينيس دو بي إن تي نسبي دو إي بي. وباش يكون عندنا دونك إن سينيال دو سورتي إيجال إي إس ماكس سينيس دو بي إن تي نسبي دو إس. هني كاتي دونك باش نحسبو الترانسميتانس تي دونك قلنا اللي تي ايجال لامبليتيد نتاع السينيال دو سورتي على لامبليتيد نتاع السينيال دونتري. واضح بي. بعد كاتي باش نشوفو اسكي ترانسميتانس تي سوبيريور ايجال ا تي 0 سي راسين دو 2 ولا ب شنو هي تي 0؟ هني كاتب تي 0 هي ترانسميتانس ماكسيمال نتاع الفيلتر. واضح دونك هذه ترانسميتانس ماكسيمال تاع الفيلتر اللي نخدمو به. به اذا كانت تي هني كاتي دونك ترانسميتانس تي سوبيريور ايغال ا تي 0 سي راسين دو 2 دونك هني كاتي الفلتر نقول عليه راهو باسون. واضح دونك الحكايه هذه اذا كانت تي سوبيريور ايغال ا تي 0 سي راسين دو 2 سينون دونك اذا كانت تي انفيريور ا تي 0 سور 2 دونك هني كاتي الفلتر باش يكون اوباك. معناها نون باسون دونك الفيتر نقول عليه اوباك ولا نون باسون اذا كانت تي انفيريور من تي 0 سي راسين دو 2. واضح باهي دونك اذا حكيت الفيلتر باسون والفيلتر اوباك ان شاء الله يكونوا واضحين ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.